أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا فيقول أجداء بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الدرس 30 من دروس شرح ملحة الإعراب في ليلتنا هذه ليلة الأربعاء الموافقة 11 من شهر جمادى الأولى. وأخذنا في آخر يوم ما يتعلق بباب الاشتغال. ما هو تعريف الاشتغال؟ أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو وصف مشتغل بضمير الاسم السابق أو في ملابسه، هكذا. نعم، عن العمل في الاسم السابق، بحيث لو فرغ من ذلك الضمير وسلط على الاسم السابق لنصبه. سنت، بارك الله فيك. والاسم المشتغل عنه كم يجوز فيه وجه؟ فيه 5 أوجه، هكذا: وجوب النصب، ووجوب الرفع، وجواز الأمرين مع ترجيح الرفع، وجواز الأمرين مع ترجيح النصب، وجواز الأمرين على السواء. هذه 5 أوجه، وحاصلها ترجع إلى الرفع والنصب. ما هو الناصب للاسم المشتغل عنه؟ نعم، عامل محذوف وجوبا، هكذا: عامل محذوف وجوبا، يقدر من لفظ العامل المذكور إلا إن تعذر، فيقدر نعم مما يستلزمه من معنى. أحسنت. الجملة التفسيرية ما محلها من الإعراب؟ العامل المذكور الذي فسر العامل المحذوف، إيش محله من الإعراب؟ نعم، لا محل له من الإعراب. أحسنت. هذا متفق عليه ولا فيه خلاف؟ فيه خلاف. والراجح أنه لا محل له من الإعراب، الراجح. طيب، وبعض النحويين يفصل، يقول: إن فسر ما له محل كان له محل، وإن فسر ما ليس له محل لم يكن له محل. واضح هذا الكلام؟ يعني مثلا لو قلنا: يا أخواني، الجملة التفسيرية لها محل؟ ها؟ الجملة التفسيرية لا محل لها من الإعراب، قلنا: على الصحيح، لا محل لها من الإعراب على الصحيح. بعضهم كما سمعتم يفصل فيها، مثلا يقول: الخبز زيد يأكله، الخبز زيد يأكله. ما إعراب الخبز؟ مفعول به لفعل محذوف، والتقدير: يأكل زيد الخبز يأكله. طيب،
الخبز زيد يأكله. جملة يأكله هي خبر عن زيد، هي خبر عن ماذا؟ عن زيد. ها؟ نعم. على كل بعضهم يفسر، بعضهم يفصل كما في كتاب موصل الطلاب في قواعد الإعراب، جاء عند الجملة التفسيرية وذكر فيها الخلاف، ذكر فيها الخلاف. أو نقول زاء ماذا؟ الخبز يأكله، الخبز زيد يأكله. نعم، هو على حسب الجملة، على حسب الجملة المفسرة، على حسب الجملة المفسرة. على كل ما الصحيح أن الجملة التفسيرية لا محل لها من الإعراب، هذا صحيح، سواء فسرت ما له محل أو فسرت ما ليس له محل، والله أعلم. مثلا قالوا في قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء، ما إعراب كل؟ ما إعراب كل؟ مفعول به بفعل محذوف من باب الاشتغال، إن كل شيء خلقناه بقدر. ما إعراب كل؟ مفعول به لفعل محذوف تقديره إنا خلقنا كل شيء. جملة خلقنا كل شيء إيش محلها؟ إيش محلها من الإعراب؟ خبر إنا، هكذا خبر إنا، إنا كل شيء. ما إعراب كل؟ مفعول به لفعل محذوف التقدير إنا خلقنا كل، فعلى هذا جملة خلقنا كل خبر إن. فالجملة التفسيرية فسرت جملة لها محل من الإعراب، فقال من فصل إن فسرت جملة لها محل فيكون لها محل، وإن فسرت جملة لا محل لها كانت لا محل لها. واضح؟ الآن زيدا ضربته، أيش عرف زيدا؟ مفعول به لفعل محذوف تقديره ضربت زيدا. ما إعراب جملة ضربت زيدا؟ جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب، فالجملة المفسرة للجملة الابتدائية لا محل لها من الإعراب. لماذا؟ لأنها فسرت جملة لا محل لها من الإعراب. وإذا فسرت جملة لها محل مثل هذه الآية إن كل شيء، كانت الجملة التفسيرية في محرف خبر، هكذا يقول من فصل. والصحيح وهو قول الجمهور أنها لا محل لها من الإعراب، سواء فسرت ما له محل أو فسرت ما ليس له محل. واضح هذا الكلام؟ وعلى هذا فالصحيح أن الجملة التفسيرية لا محل لها من الإعراب، وهذا الذي عليه جمهور النحويين. بارك الله فيكم. من يقرأ الأبيات الأخيرة؟ عندنا بيتان هكذا، وهكذا إن قلت زيد لمته. تفضل. نعم. نعم. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب الفاعل.
وكل ما جاء من الأسماء عقب فعل سالم البناء فارفعه إذ تعرض فهو الفاعل نحو جرى الماء وجار العادل. قال الشارح رحمه الله: أي والفاعل هو كل اسم جاء بعد فعل تام. وقع منه وهو أي ذلك الفعل سالم البناء أي باق على صيغته الأصلية. واحترز بقوله سالم البناء عما يبنى لما لم يسمى فاعله، فإنه يتغير بناؤه كما سيأتي. وإعراب الفاعل الرفع كما مثل به الناظم. الفاعل لغة ما هو؟ من أوجد الفعل. الفاعل في اللغة من أوجد الفعل، وفي الاصطلاح هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعل تام، فعل تام مبني للمعلوم. الاسم المرفوع المذكور قبله فعل تام مبني للمعلوم، واضح. وبعضهم يختصر ويقول المذكور قبله فعله، المذكور قبله فعله. فقولهما الاسم خرج به الفعل والحرف، والجملة أيضا، الجملة أيضا الفعل والحرف والجملة. هل تقع الجملة فاعلا؟ خلاف. هل تقع الجملة فاعلا؟ خلاف. بعضهم أجاز واستدل بقوله تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، فقالوا جملة ليسجننه فاعل بدا. أيش الذي بدا؟ سجن، سجنهم. والآية التي في السورة الأخرى: وتبين لكم كيف فعلنا بهم، فقالوا جملة كيف فعلنا بهم فاعل تبين. والمانع من وقوع الجملة فاعلا يقول الفاعل مستتر، الفاعل مستتر يعود على مصدر الفعل المفهوم، على المصدر المفهوم من الفعل. تبين هو أي التبيين، وبدا هو أي البداء، بدا لهم هذا الأمر. على كل، الاسم أخرج الفعل والحرف والجملة، والمرفوع أخرج المنصوب والمجرور، والمذكور قبله فعله أخرج، أخرج ماذا يا إخواني؟ المبتدأ والخبر، لأنهما اسمان مرفوعان لم يذكر قبلهما فعل. وأخرج أيضا، هل أخرج اسم كان؟ الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، هل أخرج اسم كان؟ ما أخرج حتى نقول تام هكذا. وهل أخرج نائب الفاعل؟ ها؟ بماذا يخرجه؟ المذكور قبله فعله التام المبني للمعلوم. على كل، بعض النحويين قالوا كلمة فعله، كلمة فعله أخرجت اسم كان ونائب الفاعل، لأن كان ليست فعلا للاسم، هذا ما هو فعله. طيب، الحدث في كان مسند إلى الخبر وليس إلى الاسم،
فإذا قلت كان زيد قائما معناه حصل قيام زيد، حصل قيام زيد، فهذا الفعل الذي هو كان ليس فعلا لاسم كان، فهو مخرج بقوله المتقدم عليه أو المذكور قبله فعله. وفي كان ليست كان وأخواتها فعلا، لماذا؟ للاسم المذكور بعدها. وهل أخرج نائب الفاعل؟ قالوا نعم، لأن الفعل المذكور قبل نائب الفاعل ليس فعلا لهم، هو فاعل للفعل المحذوف الذي قام النائب مقامه. واضح؟ الآن ضرب زيد، هل ضرب هو فاعل زيد؟ هل ضرب هو فاعل زيد؟ ماذا؟ مش فاعل. هل ضرب هو فعل زيد؟ ما هو فعله، وإنما فعل الفاعل المحذوف، فهذا ليس فعله. وعلى هذا فقال بعض الشراح في شراح الأجرومية عند شرحهم لكلام ابن أجروم المذكور قبله فعله، قالوا هذا التقييد يخرج اسم كان، فكان ليست فعلا لاسمها، وإنما هي مسندة لمن؟ للخبر. فإذا قلت كان زيد عالما، إيش المعنى؟ إيش المعنى؟ حصل أو ثبت علم زيد، مسند إلى الخبر. كان زيد قائما، إيش المعنى؟ حصل أو ثبت أو حدث قيام زيد، وهكذا. والفعل المبني المجهول، هذا الفعل نائب الفاعل، الفعل المذكور قبله ليس فعلا له، وإنما هو فعل الفاعل المحذوف، وإنما أسند إليه لأنه قام مقامه، قام مقامه. نعم، أي نعم، ما في داعي الاحتراز عندما فسر فعله بهذا التفسير، بأن كان ليست فعلا لاسمها، وبأن نائب الفاعل الفعل المذكور قبله ليس فعلا له، ليس فعله ولكنه فعل لغيره، فعل غيره. لكن من أراد التعريف الواضح يأتي بهذا اللفظ، الاسم المرفوع المذكور قبله فعل تام مبني للمعلوم، هذا من باب التوضيح، من باب ماذا يا إخواني؟ التوضيح. فيقال المذكور قبله فعل أخرج المبتدأ والخبر، وماذا وقوله تام أخرج الفعل الناقص، وقوله مبني المعلوم أخرج نائب الفاعل، وهكذا. وهذا الفعل، هذا التعريف بهذا الطول ذكره صاحب القواعد الأساسية، قواعد الأساسية. لكن لو استطعنا أن نفسر كلمة فعله بهذا التفسير هو أحسن، فنقول فعله خرج به ماذا؟ خرج به المبتدأ والخبر واسم كان ونائب الفاعل، فخرجت كلها بهذا القيد، والله أعلم. وهنا المصنف يقول عقب فعل سالم البناء، أخرج بالسالم المبني ماذا؟ للمجهول، فالاسم المرفوع بعده نائب وليس بفاعل، نائب عن الفاعل وليس بفاعل. قوله وإعراب الفاعل الرفع، قوله فارفعه هذا حكم الفاعل، حكم الفاعل ما هو؟ الرفع.
إما بضمة ظاهرة أو مقدرة أو ما بإخواني الفاعل مرفوع إما لفظا أو تقديرا أو محلا. الفاعل مرفوع إما لفظا بضمة ظاهرة وإما تقديرا وإما محلا. اللفظ مثل إيش؟ جاء زيد هكذا، جرى الماء وجرى العادل. والتقدير مثل جاء موسى والقاضي وغلامي. والمحلي الفاعل المحلي جاء الذي قام مثلا، جاء الذي قام، وسافر هذا اسم موصول اسم إشارة. طيب جاء الذي قام. وما هو الرافع للفاعل؟ ما هو الرافع للفاعل؟ الفعل على الصحيح، الفعل أو ما يعمل عمل الفعل، الفعل أو ما يعمل عمل الفعل. ما هو الذي يعمل عمل الفعل؟ يعني ما هو الذي يرفع الفاعل من الأسماء التي تعمل عمل الفعل؟ يرفعه اسم الفاعل. مثل كيف تقول زيد قائم أبوه مثلا، ونائب الفاعل يرفع الفاعل، الاسم المفعول يرفع الفاعل، يرفع نائب الفاعل فهو غير داخل هكذا. أي ما هو الذي يرفع الفاعل الآن؟ قلنا اسم الفاعل والمصدر. مثل وين الفاعل؟ مجرور. ها؟ أي مجرور لفظا مرفوع تقديرا، تقديرا تقول تقديرا ولا محلا؟ تقديرا لأنه معرب. أيوه الأخ يقول ولولا دفع الله الناس، يقول لفظ الجلالة فاعل وهو فعل فاعل، ماذا أضيف إلى مصدره إلى حدثه. نعم من إضافة المصدر إلى فاعل. وهل نستطيع أن نأتي بالفاعل مرفوع بعد المصدر؟ نستطيع ولا ما نستطيع؟ من يعطينا مثالا للفاعل المرفوع بعد المصدر؟ لنا طريقتان في رفع الفاعل بعد المصدر. الطريقة الأولى أن نضيف المصدر إلى مفعوله، أن نضيف المصدر إلى مفعوله ونرفع الفاعل، فنقول أعجبني ضرب زيد عمرو. أين الفاعل وأين المفعول؟ أعجبني ضرب زيد عمرو، زيد مفعول وعمر فاعل، أضفنا المصدر إلى مفعوله، أضفنا المصدر إلى مفعوله. يعني تقول أعجبني أكل الخبز زيد. أين الفاعل وأين المفعول؟ زيد فاعل والخبز ماذا؟ مفعول. ولله على الناس حج البيت من استطاع، فالبيت مفعول به من إضافة المصدر إلى مفعوله، ومن استطاع فاعل فعل آخر. طيب واضح هذا الكلام يا إخواني؟ الطريقة الثانية أن ننون المصدر فتقول عجبت من ضرب زيد عمرا، عجبت من ايش؟
من ضرب منون زيد عمرا، يعني عجلت من أن ضرب زيد عمرا. لهذا يظهر ماذا؟ الرفع. طيب، من الأسماء العاملة عمل الفعل أيضا الصفة المشبهة، مثل حسن زيد. على ماذا؟ زيد حسن ماذا؟ ثوبه. هكذا حسن ثوبه وجميل لفظه، هذا صفة مشبهة. وإيش بقي؟ بقي عندنا اسم التفضيل. اسم التفضيل يرفع الفاعل الظاهر في مسألة الكح والمضمر في كل لغة. وعندنا أيضا اسم الفعل، هيهات العقيق، هكذا. وعندنا صيغة المبالغة وهي داخلة في اسم الفاعل. المهم أنه يرفع الفاعل الفعل وهو الأصل أو ما ينوب أو ما يعمل ماذا؟ عمله. قال وبعضهم قال يا إخواني الرافع له الفاعلية، بعضهم قال الرافع له الفاعلية. إيش معنى الفاعلية؟ أي وقوعه فاعلا، وعلى هذا فيكون العامل فيه شيء معنوي، مثل الإضافة، مثل الابتداء، مثل التجرد، شيء ماذا؟ معنوي. وهذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. والصحيح أن الرافع له الفعل أو ما يعمل عمله. قال الشارح، قال الشارح تنبيه. أشار بقوله التعرب إلى أن الرفع لا يظهر إلا في الاسم المعرب دون المبني كالذي وهذا. هذا تنبيه. لما قال التعرب يقول إلى أن الرفع لا يظهر إلا في الاسم المعرب، وهل هذا على إطلاقه؟ هل هذا على إطلاقه؟ الجواب لا، فعندنا من الاسم المعرب ما لا يظهر فيه الرفع، وهو الاسم المعرب تقديريا، هكذا، مثل الفتى والقاضي وغلامه، هذه أسماء معربة ولا يظهر فيها ماذا؟ ولا يظهر فيها الإعراب. فلو أنه قال إلا في الاسم الصحيح المعرب ليخرج المعتل. طيب، قال وأشار بالمثالين إلى أنه لا فرق بين الفاعل الحقيقي كجار العادل ودخل زيد مما يقع الفعل منه باختياره، والمجاز كجرى الماء وسقط الجدار ومات زيد، لا فرق بين الفاعل الحقيقي والفاعل ماذا؟ المجازي. سقط الجدار، ما يعرف الجدار؟ فاعل. سقط الجدار أعربناه فاعلا لأننا أسندنا الفعل إليه. طيب، ومات زيد، ما إعراب زيد؟ فاعل. وهل هو الذي أحدث الموت؟ هل هو الذي أحدث الموت؟ الجواب لا، زيد قام به ماذا؟ قام به الحدث وهو الموت، لكن أعربناه فاعلا لأننا أسندنا الفعل إليه، أسندنا الفعل إليه. ومثله نبت الزرع، نبت الزرع والذي أنبته الله، ومات زيد والذي أماته الله، مرض زيد والذي أمرضه الله. لكن هذا يسمى فاعلا مجازيا من حيث أننا أسندنا الفعل إليه، فقيل له فاعل.
قال: ولا فرق بين الفعل المعتل والصحيح. يعني أشار المصنف بهذين المثالين إلى هذه الأمور: جرى الماء وجرى العازل جرى فعل معتل آخره حرف ماذا؟ حرف علة. وجرى فعل صحيح آخره ماذا؟ حرف صحيح. لا فرق، لا فرق بين أن يكون الاسم ماذا يا إخواني؟ بين أن يكون الفاعل حقيقيا وقع منه الفعل باختياره، وهذا هو الأكثر، هذا هو الأكثر، مثل قام زيد، خرج زيد، أكل زيد، ذهب زيد إلى آخره، هذا هو الأكثر. وبين الفعل المجازي الذي لم يقع الفعل باختياره وإنما قام به الفعل، إما أن يقع من الفاعل وإما أن يقوم به، فالأول هو الأكثر الذي يقع منه، يقع منه، والذي يقوم به هذا قليل. قال: وبقوله عقيب فعل، إلى أنه لا يكون الفاعل إلا عقيب الفعل، فلو تقدم الفاعل في المعنى على فعله نحو زيد قام وعمر يقوم انتقل من باب الفاعل إلى باب المبتدأ والخبر، لأنه حينئذ جملة اسمية، ويقدر الفاعل في قام ويقوم ضميرا يعود إلى زيد وعمر، ولهذا يظهر في التثنية والجمع كقولك: الزيدان قاما والزيدون يقومون. واضح؟ وكل ما جاء من الأسماء عقيب فعل أي بعد فعل. معناه أن الفاعل لا يتقدم على فعله، فإن تقدم لم يعرف فاعلا ولكن يعرف مبتدأ. إذا تقدم الفاعل في الظاهر فماذا يعرب؟ ماذا يعرب يا إخواني؟ يعرب مبتدأ، يعرب مبتدأ، أو يعرب مبتدأ أو فاعلا لفعل محذوف، أو فاعلا لفعل محذوف. فالأول مثل زيد القامة، والثاني مثل وإن أحد من المشركين استجارك. ما يعرب أحد فاعل لفعل محذوف تقديره وإن استجارك أحد من المشركين استجارك، ومثله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، ومثله إذا السماء انفطرت. ما إعراب السماء فاعل لفعل محذوف ولا نعربه مبتدأ. لماذا لا نعربه مبتدأ وما بعده خبر؟ لأن أداة الشرط خاصة بالجمل الفعلية، أداة الشرط وإن أحد، أين فعل الشرط؟ ها؟ أين فعل الشرط؟ محذوف تقديره وإن استجارك أحد، وإن امرأة خافت، وإن خافت امرأة، إذا السماء انفطرت، أيش الذي منعنا من أن نعربه مبتدأ؟ الشرط، الشرط يدخل على جمل فعلية يحتاج إلى فعل شرط وإلى ماذا؟ إلى جواب شرط. هذا هو الصحيح، ومنهم من جوز إعرابه مبتدأ. واضح يا إخواني؟ فإذا تقدم الفاعل في الظاهر
فماذا يعرب؟ إما مبتدان وإما فاعلا بفعل محذوف. ونقدر في الفعل ماذا؟ ضميرا مستترا. نقدر في الفعل ضميرا مستترا. الآن عندنا قام زيد، ما يعرف زيد؟ فاعل. فإن تقدم زيد هذا وقلنا زيد قام، ما يعرفه؟ مبتدا، ولا نعربه فاعلا. من الذي قام؟ من الذي قام؟ زيد. فهو وإن فعل القيام في المعنى لكن لا نعربه فاعلا في الاصطلاح، لأن النحاة اصطلحوا على أن الفاعل لا يتقدم على فعله، فإن تقدم لم يعرب اصطلاحا فاعلا، لم يعرب في الاصطلاح فاعلا، وإنما يعرب مبتدأ أو فاعلا بفعل محذوف في تركيب آخر. واضح هذا الكلام يا إخواني؟ طيب.